مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، لكن هناك فرص للأمطار، زخات رعدية من المطر متفاوتة الشدة في المنطقة الجنوبية، الجنوبية الغربية، وحتى مكة المكرمة ومنطقة غرب الرياض، وأيضا هناك نشاط في الرياح مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة في المناطق الشمالية، المناطق الشمالية الغربية العظمى 39 والصغرى 27، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المنطقة الشمالية الشرقية 44 العظمى والصغرى 31، المنطقة الشرقية 41 إلى 32، والمنطقة الوسطى أجواء شديدة الحرارة 46 إلى 33، والمنطقة الغربية أجواء حارة 40 إلى 32، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من البرد مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا خاصة في فترات ما بعد الظهر والعصر والمساء، والعظمى المتوقعة 26 والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، العظمى المتوقعة 39 والصغرى 27، أجواء شديدة الحرارة في المنطقة الشمالية الشرقية 45 إلى 32، أجواء حارة في المنطقة الشرقية 40 إلى 32، وشديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 46 إلى 34، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 39 إلى 31، وأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع سقوط زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الحارة إلى شديد الحرارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 40 إلى 26، الشمالية الشرقية 46 إلى 30، وأجواء شديدة الحرارة المنطقة الشرقية 41 إلى 31، والمنطقة الوسطى 45 إلى 32، أجواء شديدة الحرارة وأجواء حارة في المنطقة الغربية 39 إلى 33، وأجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر في المنطقة الجنوبية الغربية قد تمتد إلى منطقة مكة ومنطقة غرب الرياض أحيانا، والعظمى المتوقعة 27 إلى 18 درجة مئوية. يوم الأربعاء استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، المناطق الشمالية الغربية 40-26، الشمالية الشرقية 45 إلى 31، المنطقة الشرقية 41 إلى 32، والمنطقة الوسطى 45 إلى 33، والمنطقة الغربية 39 إلى 32، والمنطقة الجنوبية الغربية 26 إلى 17 مع زخات رعدية من المطر خاصة في فترات ما بعد الظهر والعصر والمساء. يوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية، شديدة الحرارة في المناطق الشمالية الشرقية، الشمالية الغربية 42 العظمى والصغرى 28، الشمالية الشرقية 46 31، المنطقة الشرقية 41 32، والمنطقة الوسطى 44 إلى 33، والمنطقة الغربية 39 إلى 32، وأجواء غائمة جزئيا مع زخات رعدية من مطر أحيانا 25 إلى 18 في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية الغربية 42-28، الشمالية الشرقية شديدة الحرارة 47 إلى 31، والمنطقة الشرقية 41 إلى 32، والمنطقة الوسطى 44 إلى 34، وأجواء حارة أيضا في المنطقة الغربية 40 إلى 33، وأجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر أحيانا في المنطقة الجنوبية الغربية. هذه الأمطار تكون مصحوبة أحيانا بالبرق والبرد والرعد، العظمى المتوقع 21 والصغرى 17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.